من القاهرة مشاهدينا ينضم إلينا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي. أهلا وسهلا بك سعادة السفير، معنا في 19 في الوقت الذي تتعرقل فيه الصفقة للمضي نحو هدنة وتبادل الأسرى، وأيضا اشتعال في الضفة الغربية وتهديدات بتصعيد كبير في الشمال. أهمية الموقف العربي اليوم من قرارات منتجة يمكن أن تجسد ميدانيا. شكرا لك. والحقيقة اليوم كان كما استمعتي واستمع السادة المشاهدون من السيدة وزيرة الدولة الفلسطينية، اليوم كان يوم فلسطيني، كان هناك يعني إجماع على الشأن الفلسطيني، لدرجة أن الوزراء اتخذوا إجراء استثنائيا بعدم البت في المسائل السياسية جميعا وإرجاعها إلى الدورة القادمة والتركيز فقط على الموضوع الفلسطيني، وخرج قرار يعني واحد مجمع للشأن الفلسطيني بدلا من القرارات المتعددة المعتادة، وهو قرار يلخص الموقف السياسي العربي الداعم للحقوق الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالحقوق السيادية لفلسطين على أرضها أو كافة الأمور الأخرى التي سبق إقرارها في الشأن الفلسطيني منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة والعدوان على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أيضا. وبالتالي العمل كله الآن هو كيف يمكن أن نجسد هذا الكلام بشكل واقعي. هناك مسار قضائي قانوني يبدو أن هناك تركيز عليه في الفترة المقبلة، وأيضا هناك مسار في الأمم المتحدة أيضا سيشهد نوعا من دعنا نتحدث عن المسار القانوني سعادة السفير. يعني عندما يطلب أو يصدر عن وزراء الخارجية العرب بتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هذا المسار ما الآليات التي سينتهجها الوزراء العرب وجامعة الدول العربية للمضي في هذا المسار وهو مسار محكمة العدل الدولية؟ ما المنتظر منها؟ هل هناك ربما ستكون هناك قرارات مشتركة، دعم فيما يخص في ربما تبادل بعض المعلومات، أو ماذا بالضبط تحديدا مهمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومحكمة العدل الدولية؟ لا، خليني أوضح. المسألة ليست ما بين الجامعة والمحكمة، المسار الموجود أمام المحكمة سوف تنخرط فيه الدول العربية بشكل أكبر، وهذا كان قرار اليوم أو أحد يعني عناصر القرار الذي اتخذ اليوم. الدول العربية سوف تنشط في المرحلة القادمة بشكل أكبر في هذا المسار القانوني لإدراكها بأن هذا المسار يعني يوفر الأرضية القانونية اللازمة لأي موقف مستقبلي يخص مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة. هناك الكثير مما يتم سواء طبعا في المجال القانوني أو في مجال الأمم المتحدة في نيويورك تحديدا، لكن خليني أقول نقطة بس مهمة هنا، أنه مسألة تفعيل الرأي الاستشاري يجب العودة فيها إلى الأمم المتحدة أيضا، فبالتالي المسألة ليست فقط يعني مجرد كلام، لا، سوف نعود إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هنا فيها مجلس أمن وفيها جمعية عامة، وما بينهما سوف يقرر الجانب الفلسطيني المدعوم عربيا وأيضا إسلاميا إذا جاز لي أن أقول هذا، سوف يقرر كيف أو ماذا هو السبيل الأفضل لكي يمضي قدما. المسألة كما وصفناها من البداية أو من بدايات هذه المرحلة من الصراع هي معركة دبلوماسية وسياسية طويلة الأمد، فيها مراحل كثيرة، فيها تفريعات وتعقيدات وتشابكات كثيرة. نحن يعني ومع الآخرين أيضا نحاول دعم الجانب الفلسطيني في حسن إدارة هذه المعركة لتحقيق أهدافه.
المشكله طبعا تبقى على الجانب الميداني. نعم. انه طبعا الجانب الميداني ما فيهوش التقدم الذي كنا او كان الجميع يامل فيه من وقف الإطلاق النار نتيجة التعنت الإسرائيلي والمناورات التي يقوم بها رئيس الوزراء. طيب سعادة السفير، لو نتحدث اليوم عن وجود بوريل والموقف الأوروبي برأيك، هل يمكن الاعتماد عليه في أن يساند المواقف العربية أيضا بآليات تفعل على الأرض، خاصة وأن ربما هناك انتقادات، ويعني الجانب الإسرائيلي يقول بأنه الموقف الأوروبي ربما ليس لديه هذا الثقل كما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كيف يتجسد هذا الدعم والمساندة في القرارات والاشتراك في بعض القرارات مع الجامعة العربية اليوم من الاتحاد الأوروبي؟ أولا دعيني يعني أشدد في هذا في سياق الإجابة على هذا السؤال أن مشاركة السيد بوريل اليوم كانت مهمة جدا، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي يتحدث أمام مجلس الجامعة المستشارة الخارجية، ولكن لأهمية الكلمة التي أدلى بها. وبغض النظر عن ما يقال دائما من أنه هل بوريل يعكس رأي كل الأوروبيين أم لا، هو في النهاية بالنسبة لنا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حتى إذا كانت لديه دول غير متفقة مع هذا التوجه فهي لا تعارضه علنا، وبالتالي بالنسبة لنا هو يمثل الاتحاد الأوروبي. الذي قاله السيد بوريل اليوم هو كلام مهم وكلام يستحق أن احنا يعني نسجله، لأنه كان واضحا في أن الاتحاد الأوروبي لم يغير الأساسيات التي يتعامل بها مع هذه القضية. هذا أمر مهم رغم كل الضغوط الإسرائيلية التي تبذلها من خلال أصدقائها في الاتحاد الأوروبي، هذا أمر في غاية الأهمية.